اهلا بحضراتكم مره اخرى. طبعا برحب بضيوفي وضيوف حضراتكم. نصلح بس عشان في التقرير احمد طارق قال علي ريحان، لا هو الدكتور علي ريحان دكتور الطب النفسي في جامعه المنصوره كليه التربيه الرياضيه. اهلا بحضرتك. منور استاذ علي. نوه برضو ان حضرتك اشتغلت فترة متطوع مع كابتن ربيع ياسين منتخب الشباب اللي هو راح بطولة أفريقيا وبعد كده راح كاس العالم لمدة 11 شهر بعيدا عن الاتحاد المصري لكرة القدم، مش كده؟ عشان برضو طب تمت ازاي قول لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر حضرتك واشكر البرنامج، وانا سعيد بوجودي مع حضرتك. ربنا يخليك. هو اللي حصل حضرتك ان انا كنت بقدر ربنا بفتح التلفزيون فكان الكابتن ربيع بيشتكي ان النتيجه 0-0 مع كينيا وان اللعيبه في حاله نفسيه مش مظبوطه وكده، فاتصلت بيه وقلت له انا تحت امرك كابتن ربيع، فلبى الدعوه وقال لي تعال شرف يعني. فبفضل الله قعدت مع اللعيبه كده قعده والحمد لله راحوا كسبوا 3-0. فلما كسبوا كابتن ربيع لما رجع ما كانش فيه الوقت في التوقيت ده اتحاد يعني تشكيل، كان في لجنه مؤقته. كان في لجنه مؤقته فالمهم كابتن ربيع لما جه وقال لي يا ريت تبقى معانا وكده قلت له اهلا وسهلا. فالمهم لما تشكل بقى الاتحاد وكده فعرض عليهم اكتر من مره ان انا ابقى متواجد، فهو احرج، هو احرج يعني. فلما كلمني قلت له يا كابتن ربيع انت راجل قومي وانا شفت فيك خير، رفعت عنه الحرج يعني عشان وقلت له هستمر معاك لاخر لحظه والحمد لله استمرت معاه لغايه لما وحقق نتائج طيبه الحمد لله. اخذوا اول افريقيا وبعدين اخر قبل ما يسافروا تركيا كاس العالم كنت انا رحت برضو اديت محاضره وبعد كده اتقطعت. جميل. ارحب برضو بضيفي وكيل لاعبين. هل رسمي ولا ما عادش فيه رسمي بقى؟ ورقص يا ميدو. ميدو حزين اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن، سعيد معاك النهارده. اهلا بيك الله يخليك. ما عادش فيه ترخيص دلوقتي خلاص، اتفتحت وكاله اللاعبين مش زي الاول. ايه بقى؟ لا انا عندي شركه تسويق دلوقتي وفي منها هنا في مصر وفي الامارات ولكن مش معايا رخصه معتمده. انما بتشتغل بتعتمد على العلاقات، الشغل ده بيعتمد على علاقات شغل وكيل لاعبين. طبعا علاقتك بإدارة الانديه وعلاقتك باللعيبه لازم تكون علاقتك كويسه يعني بالاداره وباللعيبه. انت بقى بتعمل معسكرات للانديه وبتعمل معسكرات وماتشات. تمام. طيب احنا النهارده مش بنتكلم بصفه عامه على اللعيبه لان احنا عندنا مجموعه من اللعيبه في الحقيقه اللي ناجحه. يعني انا قلت يمكن في بدايه الحلقه ان مش مقياس ان الناس اللي كانت بتلعب في الدول العربيه يعني ما اقدرش اقول ان هم فشلوا لان في الحقيقه معظمهم في ليبيا. عندك عمر جمال في ليبيا 1، وعندك اسلام رمضان في ليبيا 2، وعندك احمد حسن مكي في ليبيا 3، وعندك احمد عيد عبد الملك 4، وش اتفرجنا عليه ولعب واخرجوا النادي الاهلي يعني الاهلي بنغازي طلع النادي الاهلي المصري. ايمن حفني 5 في اهلي طرابلس. احمد تمساح ظفار عماني يعني ما نقدر نقول ده خليج ومن حقه انه يرجع يعني يروح سنه كده ولا حاجه، ممكن الحياه بتبقى صعبه هناك. برضه هاني سعيد ظفار العماني. ابراهيم صلاح العروبه السعودي. احمد عبد الظاهر ليبيا برضه. احمد سمير فرج ده ليرز بلجيكا ولرز زيتنا في دقيقنا مع وادي دجله. يعني الموضوع ما تقدرش تقول انه رجع. حسام غالي برضو راح هولندا توتنهام وبعد كده ورايح في الوقت الضايع، ما نقدرش نقول ان في ممكن يبقى عنده مشاكل نفسيه او انه رجع او كده. دودي الجباس لعب برضو قعد صمد هناك اكتر من 5 سنين او 6 7 سنين في الاحتراف في اوروبا، فما نقدرش نقول انه اما رجع فشل. ممكن يكون رجع لان انت لو ما حافظتش على مستواك خلاص انتهت، وبدل ما يلعب دوري درجه تانية في اوروبا فضل انه يلعب دوري ممتاز في مصر في مصر. انما الباقي في الحقيقه ماشي كويس جدا ما عدا شيكابالا. شيكابالا دكتور انت حضرتك تقدر ما قعدتش معاه، سمعت وهو بيتكلم، تقدر تحكم عليه ازاي نفسيا او تقدر تحكم على شيكابالا نفسيا من خلال احاديثه او من خلال تصرفاته او ازاي حضرتك تقدر تحللنا شخصيته؟ هو طبعا هو ما فيش يعني علاقه بيه او كلام معاه سابق يعني. تمام. ولكن اقول لحضرتك وجهه نظر متواضعه. اتفضل. هو شيكابالا لاعب موهوب
وتوفرت له كل الامكانات. حضرتك بتشجع كوره ولا بتشجع؟ اه الحمد لله طبعا. زملكاوي ولا اهلاوي؟ لا حقيقي. لا هو انا بشجع اللعبة الحلوة لكن ولا زملكاوي ولا اهلاوي؟ اه لا بميل للاهلي شويه. لا يعني انما ما عندكش تعصب يعني؟ لا مفيش خالص. تمام. فالكابتن اللعيب الكبير شيكابالا انا اظن ان هو من اختياره من الاساس في مشكله. لان الاختيار اساسا ممكن يكون اللاعب الصغير ده من نوع المستصار او من نوع المتبلد او من نوع المتوازن. فممكن يكون هو من نوع المستصار، ممكن يكون تاثير بيئه. يعني الواحد احنا بنقسمهم ثلاثه، مستصار ومتبلد ومتوازن. تمام. اللاعب انا برضو سريعا كده يعني قد يكون الكابتن شيكابالا في القصه دي، هو ممكن يكون من نوع المستصار، ممكن يكون تاثير بيئه، ممكن يكون تاثير مع اسره، ممكن حاجات كتيره جدا. ايه مال الاستثاره ومال ان هو يعني ما يحترمش عقوده، ما يبقاش عايز يركز لان اي حاجه ممكن تستفزه، مع ان هو يبقى اجتماعي وكويس جدا وكل حاجه، لكن ممكن اي حاجه تستفزه يخرج عن شعوره. ايوه بس هو في الحاله دي مش خروج عن الشعور، هو في الحاله دي هو ماضي عقد مع نادي. تمام. النادي هو يعني ايه راح اتمرن فتره، النادي اداله تدريبات عشان يصقل عنده الحته الخططيه اللي تتماشى مع فكر النادي، فضل مستمر لمده مثلا 6 شهور وبعد كده شهر، يعني نقدر نقول 8 9 شهور. تمام. وبعد كده رجع يلعب مع المنتخب ما رجعش تاني. بص حضرتك ده الموقف يعني. انا فاهم حضرتك الحمد لله، يعني عارف حالته كويس يعني. انا بس عايز اوصل لحضرتك ايه، ان 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 ممكن يكون ناحيه نفسيه، الناحيه النفسيه دي ممكن هي ناحيه نفسيه اكيد. تمام. يبقى اذا انا بقول ممكن تكون من الاصل وهو صغير، انا ما شفتوش اصلا، انا ما اعرفش. تمام. وهذا حضرتك مثال بسيط قوي، في ولد متربي في بيئه فيها سوء، اسلوبه في الكلام وتعاملاته بتاع اللي يشوفه يقول ان هو، في حين هو مش كده خالص، ده هو مؤدب وابن ناس وجدع و و. في ولد تاني متربي في اي دوله عربيه ولهم نظام في التربيه، لما بيجي هنا في مصر بيحصل مشكله، تلاقي هو مش كده اصلا. ففي ممكن يكون تاثير البيئه زي ما قلت لحضرتك وعوامل كتيره. طبعا الوقت ضيق. طب هو جاي؟ لا احنا عندنا وقت براحتك. طيب هو الوقت حضرتك ممكن يكون من الصغر كان يفضل يبقى معاه اخصائي نفسي عشان يشوف المشاكل اللي هو قد تؤثر عليه ويعالجها من بدري. اذا الناحيه النفسيه وهو صغير دي مهمه جدا عشان لما يستمر ويبقى راجل دولي كبير يقدر يستمر ويتحمل المشقه والاعباء اللي بره. تمام. الشق الثاني اللي هو اسلوب التدريب نفسه. ممكن هو انت بقى بتتكلم على حاله زي بتاعه شيكابالا، مش على اي حاله، بدليل ان محمد صلاح راح لعب بره ونجح. تمام. وما كانش معاه طبيب نفسي. حضرتك اول واحد اول يعني اول واحد النجاح جه من جواه، عايز اقول من جواه. ايوه حضرتك. انما في ناس بتبقى كانت محتاجه ان يبقى معاها طبيب يظبط لها الحته النفسيه عشان يقدر يستقبل. يعني مثلا حضرتك انا اظن يعني ان اول حضرتك يعني ما فيش حد عنده خبره احتراف كان يوجهها لحضرتك. لا خالص. حلو. لما حضرتك رحت عشان عفوا يعني انا ما اعرفش برضه حضرتك ده ممكن يكون حضرتك البيئه والتربيه و و و ومعاشرتك في النادي الاهلي و اثر فيك تاثيرات ايجابيه فقدرت تستحمل. تمام. لان الغربه صعبه جدا. مظبوط. وفي عوامل كتيره جدا بتخش في الغربه، منها واحد متعود ان الاكل بيجي له فجاه لقى نفسه يقول له عاوز يطبخ او ياكل مش عارف فين او يعني عوامل كتيره جدا ممكن تؤثر عليه. هل الموضوع ده بس؟ لا، ده اسلوب حتى التدريب. اسلوب التدريب نفسه. احنا هنا واخدين على اسلوب معين، اللاعب ممكن يتدلع شويه، مش هناك ما فيش الكلام ده. هناك في مواعيد حتى في السهر، مفيش حاجه اسمها سهر. مظبوط. حتى الـ 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 الثقافة الحياتية اللي احنا بنبقى موجودين هنا تختلف برضه عنده. فهو لما بيحترف لإما يحاول ان هو يأقلم نفسه ويبقى عنده عزيمة وإصرار ان هو يحقق الأهداف اللي هو رايح لها، لإما ما يقدرش يستحمل يمشي. حتى يا رب هتقول لي بيكسب سمعته، الناس هتقول عليه، هو تفكيره هيبقى خلاص عاوز يرجع مصر، مش علشان ان هو بيعتبرها فشل، لا هو بيعتبرها بالنسبه له ان ديت اللي هتشبع له حاجاته ورغباته اللي هو مش شايفها هناك. ففي عوامل كثيره جدا. كلام محترم. حماده، وكيل لعيبه بيبقى عايز يخلص من صفقه وخلاص، بصرف النظر عن الصفقه دي تنجح تفشل ما بتبقاش فارقه معاه، ده كلام صح ولا كلام غلط؟ لا غلط يا كابتن. على فكره الاسماء كلها حضرتك قلتها دي باستثناء ثلاثه انا اللي مطلعهم كلهم بره.
يعني المجموعه اللي راحت عمان والمجموعه اللي راحت ليبيا كلهم معايا. لا بس انت يعني وديتهم ما وديتهمش؟ لا انا فاهم. لا ما انا اقول لك في تجارب حصلت في المجموعه دي، في تجارب نجحت وفي تجارب ما نجحتش. هي المشكله كابتن في اللعيب المصري كابتن حته كلهم لعبوا، كلهم لعبوا ورجعوا بسبب الظروف السياسيه. في لعيبه خدت الدوري. لا ما اهل طرابلس كل المحترفين اللي راحوا اهل طرابلس خدوا البطوله معاهم بطوله الدوري. تمام واحمد عيد عبد الملك اهلي بنغازي اشترك في البطوله الافريقيه لحد اخر مباراه برضه. اداء كويس احمد عيد كان في اداء كويس معاهم. يعني كلهم كويسين ما حدش فيهم فشل. لكن انا بتكلم على كل اللاعبين ما بيبقاش مهتم بانه المفروض انه يشتغل نفسي على لاعب كره القدم اللي هيوديه بره في الاحتراف في عالم غربه، خاصه في بيئه مختلفه. انت النهارده ليبيا ما بتتكلموا عربي ومش محتاج لغه والناس حبايبنا كده. يعني اللعيب المصري كابتن مشكلته هي ثقافه من الاول. اولا اللغه بتبقى صعبه فما بيقدرش يتاقلم على المكان اللي هو بيروحه. غير كده حته الشو كابتن برضو بيبقى متاخد منه شو هنا في مصر واخد وضعه، بره مفيش كده يعني مبقاش زي في مصر. غير كده الماده برضو في مصر نوعا ما غير افريقيا، يعني غير اللعيبه الافارقه بيطلعوا بره برضه عشان الماده وليهم هدف. اللي هم بياخدوا 1000 دولار ولا بياخدوا 2000 دولار هنا بياخدوا بالملايين. بالظبط كده. لكن انا شايفها بدات تتغير بقى لها سنتين من ساعه ما السوق بتاع البرتغال فتح. برضه البرتغال ما فيهاش فلوس جامده كابتن. لكن اللعيبه بدات عايزه تحط رجليها في الطريق. وهنا ما بقاش في فلوس جامده برضه. بالظبط بعد الثوره الامور ما عادتش زي الاول. بالظبط كده. فانا شايف الامور هتفتح زي يعني زي زمان تاني واللعيبه هتطلع تاني عن طريق البرتغال. واللعيب اللي هيقدر يحقق حاجه هيحقق حاجه عن طريق البرتغال وبعد كده يبدا خطوه خطوه يطلع بلد اكبر يعني. طب انت تفسر موضوع شيكابالا بايه؟ انا شايفه طريقه يعني موضوع نفسي اكتر منه فني. يعني زي ما الدكتور قال هو موضوع نفسي لان شيكابالا دي مش اول مره. يعني قبل كده في نادي الوصل في الامارات برضو كان في مشاكل ودي تاني مره. وشيكابالا لعيب يعني ما يختلفش عليه اثنين. لكن انا شايفه موضوع نفسي مش موضوع فني. نفسي ايه بيتعلق بايه في ممكن النفسية. ممكن شيكابالا كابتن مجدي يكون مثلا حته ان هو لاقي نفسه بعيد فبلغه الكره هيمت شويه ان هو مش هيقدر يكمل مع الراجل ما يقيدوش لما ما يقيدوش في القائمه الاوروبيه فهو بالتالي هيمت شويه يعني بلغه الكره كده. لكن طبعا اللاعب اللي عايز يعمل حاجه عايز نفس طويل يعني لازم يتحمل ويشتغل على نفسه لغايه ما يوصل للي هو عايزه. فانا شايف ان شيكابالا دي همدته شويه يعني احبطته. طب وهل اللاعب اللي يحبط علاجها وانت مرتبط بعقود انك تهرب ولا طبعا. او انك انت ما تستمرش في تنفيذ عقدك ولا المفروض يبقى التصرف ازاي ومين ويعني المفروض ان اللاعب يبقى اقوى ولا الوكيل الاقوى؟ هنا بنتكلم في نقطه برضو في منتهى الاهميه. هل النهارده تاثير اللعيب على الوكيل هو اللي اقوى ولا تاثير الوكيل على اللعيب يبقى هو اقوى؟ لا طبعا تاثير الوكيل على اللعيب لان الوكيل هو اللي عنده درايه بالموضوع كله وهو اللي عارف مصلحه اللعيب فين. طب ما هو ما بيسمعش كلام الوكيل. فانا مش عارف ظروف شيكابالا مع وكيله ايه او الامور ماشيه ازاي هم اضرب. لكن انا شايف ان الوكيل لازم هو اللي يقول للعيب بتاعه ايه الصح وايه الغلط ولازم يسمع كلامه لان هو راجل مسؤول عنه. يعني هو اكيد مش هيقول له حاجه تضره يعني. طب لوائحيا دي ممكن يبقى العقوبه انت النهارده ما امتنعت عن التدريب وما بتجيش لا طبعا هيبقى في مشكله لشيكابالا طبعا. ومشكله للاعيب المصري يبقى بره. يعني برضه احنا ما اتعلمناش من موضوع عمرو زكي راح تركيا وراح بعد كده الكويت وراح بعد كده المغرب. دي بتقفل سكك للعيبه ثانيه ما بتطلعش البلاد دي ثاني. يعني ما بيبقاش في احتراف ثاني في البلاد دي بسبب اللعيبه اللي بتطلع وبتعمل مشاكل. فبيأثر لزميل ليه كان ممكن يبقى له فرصه وممكن يحقق حاجه لكن مش هيحقق. وعمرو في النهايه بطل. بالظبط كده. هي دي المشكله. فانا شايف لازم الامور تتصلح. يعني انا شايف ان شيكابالا لازم يرجع وشيكابالا فرصه كويسه بيلعب في نادي كبير. نادي سبورتنج حضرتك بقى ادرى منك يا كابتن بالقصه دي. نادي كبير في البرتغال يعني في لعيبه بتطلع وفي اوروبا على فكره. بالظبط يعني له اسم وفي لعيبه بتروح انديه بتحترف انديه اقل من كده وبتتحمل الموضوع يعني. لكن انا شايف شيكابالا لازم يرجع كابتن. طيب دكتور يعني ازاي بيتم تهيئه اللاعب نفسيا يعني عندكم في كليه التربيه او من الناحيه النفسيه ازاي انت حضرتك بتقعد تعمل ايه مع اللعيبه بتديهم طبقا للحدث يعني بيحصل ايه؟ هو المعد النفسي له مهام كتيره. او حضرتك اسمك أول معد نفسي؟ او اخصائي نفسي. او اخصائي نفسي. مش دارس طب؟ لا 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 لا
مش دارس طب، دارس علم نفس. علم نفس، علم نفس رياضي. وبرضه معلش انا عارف سؤال حضرتك، بس انا عاوز اوضح برضه ان دي مهمه قوي. في فرق بين الطبيب النفسي والاخصائي النفسي. تمام. الطبيب النفسي ده لما يكون عنده حاله نفسيه مرضيه يتعالج عنده، اما في المجال الرياضي بتبقى حاجات اللي انا بقى هتكلم حضرتك فيها اللي هي خبرات نجاح وفشل، صراع نفسي، حاجات من هذا القبيل يعني. السؤال بتاع حضرتك كيفيه اعداد اللاعب نفسيا. هو في حاجات بتبقى داخل الملعب، في حاجات بتبقى خارج الملعب. الحاجات اللي داخل الملعب ممكن تنقسم الى حاجتين. ممكن اللاعب يحصل له اصابه بدنيه او اصابه نفسيه. بدنيه اي اصابه بتحصل له عاوز يرجع، فمع المعد البدني طبعا كل حاجه بتتم تحت اشراف والمدير الفني. تمام. فبيبقى مع المعد البدني يبدا يظبطه اللاعب عشان يرجع بنفسيه قويه يقدر ينزل الملعب ويكرر الاداء اللي هو حصل له فيه الاصابه. ما فيهوش نفسي هنا، انا بدني بس. هو عنده اصابه لكن يخش مع النفسي. يخش مع النفسي يقول له ايه بقى؟ يعني ممكن بالعبارات اللفظيه. انت بقيت افضل، ده انت بقيت احسن، لا لما يجي يحصل لك الموقف ده انت كنت الاول كذا، يقعد يفرجه على بعض المواقف اللي كان لاعب حصل له اصابه ورجع وعمل نفس الموقف وما الى ذلك. يعني مثلا واحنا كنا بنتمرن زمان، فمثلا انا بتمرن تمرين فردي مثلا، فتبص تلاقي مدرب الاحمال هوب يلا مش عارف ايه الكلام اللي هو ايه يخليك حافظ. متحمس دايما ده وبتجري وبتبذل اقصى مجهود وانت مش قادر، بس عشان هو عمال بيحمسك الكلام ده. برضو احنا لعيبه في الملعب كنا بنعمله ده، يعتبر اعداد نفسي. اعداد نفسي. بص حضرتك، الاعداد النفسي زي ما قلت حضرتك كده ممكن يبقى عن طريق العبارات اللفظيه زي الكلام اللي حضرتك قلته. لا، ازاي بقى انام عند اللاعب اهميه او من اهم الحاجات الاخصائي النفسي مع المدير الفني والطاقم يعني اللي موجود، ازاي ينمي المهارات النفسيه عند اللاعب في الملعب، ازاي ازاي ينمي الثقه بالنفس عند اللاعب، ازاي انمي له السمات الاراضيه، ازاي انمي له التفكير الابتكاري، ازاي انمي له القدرة على اتخاذ القرار. فدي كلها حاجات بيتم تنميتها في الملعب برضه باتفاق مع المدير الفني والجهاز اللي موجود. طب انت ايه اللي حضرتك عملته مع منتخب ربيع سين؟ ايه اللي قعدت معاهم قلت لهم ايه؟ اولا الكابتن ربيع لما اول لقاء طبعا بقيت اتكلم على موضوع الاهداف وكيفية تحقيق الاهداف وازاي يبقى عنده حافز وزي ركز الانتباه، والحاجات دي بفضل الله يعني جابت نتيجه طيبه يعني. والحمد لله كانوا مش بنسب الفضل ليا، لا ده مجهود الكابتن ربيع. لان الكابتن ربيع ربنا يحفظه ممتاز برضه في الناحيه النفسيه. وبرضه لو حبيت اوضح لحضرتك ازاي هو كان بيتعامل فانا ساهمت معاه. بس هو لكل اللي اتمرن مع الكابتن جواري، الكابتن جواري كان في شؤون معنويه للقوات المسلحه. تمام. وكان لعيب كوره وكان عشان كده ده المدرب الوطني، فده فاهم كويس قوي الله يرحمه. كان بيعرف يتعامل نفسيا ويتعامل كرويا مع اللعيبه، فكان يعني عامل مزيج خلى اللعيبه اللي بيدربها تحقق نتائج طيبه وفي نفس الوقت ترتبط بيه كمدرب. اهو اللي حضرتك بقى بتقوله ده كابتن ربيع شارب، اللي انا طبعا انا فاهمه يعني شارب من الكابتن جوهر ربنا يرحمه. وزي ما قلت لحضرتك ان كابتن ربيع عنده قدره على التعامل النفسي عالي جدا. انا ما اقدر ان انا كنت زي ما قلت لحضرتك مساعد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما قعدت مع اولادنا وقعدت اكلمهم في هذه الامور وبامثله وما الى ذلك، كان لهم الحظ الطيب ان هم كسبوا 3-0 هناك. تمام. طيب هل الاعداد النفسي اقتصر؟ لا، ده انا كنت بشوف بعض المواقف معينه واكلم مع كابتن ربيع واقول له انت عاوز ايه من اللعيبه؟ قالوا انا عاوز 1 2 3 4. زي ايه 1 2 مثلا يعني؟ يعني مثلا يقول لي انا عاوزك تحفز اللعيبه ويعرفوا ان هم في الظروف الصعبه اللي احنا فيها ديت، ان هم قاعدين في فندق احنا ايامنا ما كناش بنشوف الحاجات ديت، او لو شفناها ما كناش بنشوف بالشكل ده. طبعا كنت حاجه متواضعه يعني. فكنت انا باخد بقى الكلام من الكابتن ربيع وترجمه كده يعني. بس انا مش عايز اقول حاجات بالتفاصيل يعني، بس انا عاوز اقول احنا بنقول على سبيل المثال يعني ما معناه انك انت بتعرفهم ان انتوا زي ما الاب لما يكون فقير وربنا يكرمه وبعد كده يطلع الابن مش حاسس فيبتدي في مثلا بعض المشاكل برضو، عفوا مش هذكر اسماء يعني، ممكن تلمحات يعني. كان في لاعب كل شويه يعمل حركات كده معينه وانا لاحظته،
فبدات اتعامل معاه وكلمت الكابتن ربيع، قال لي فعلا اللي انت بتقوله ده مظبوط، وفعلا اتعاملت مع اللاعب والحمد لله بقى متميز قوي قوي وبقى حاجه عظيمه قوي يعني. والعض طيب بتاعت سواريز دي عضه دي نفسيه ولا سمعت عنها؟ لا حضرتك ما سمعتش عنها. اتفرجتش على كاس العالم انت؟ لا ده بتاعت زين الدين زيدان. لا لا عفوا ده لما شتمه وقام ده ضربه. زين الدين زيدان ده اللي ضرب بالروسيه. شفتها الثاني سواريز نجم المنتخب اما عض شفتها حضرتك انا شفتها في عض ودن اللاعب الايطالي. شفتها في على اليوتيوب شفت اللقطه دي. طبعا دي نفسيه شحنه زي بيقول لك مش اول مره كان يعملها يعني، هو على طول بيعض الودن كده. ما هو برضه كان لاعب برضه اللي هو بتاع الملاكم المحترف تايسون برضه عض ودن لاعب برضه يعني. طب ودول المفروض بيلعبوا في منتخبات كبيره وعالميه، ما عندهمش معدين نفسيين؟ لا عندهم حضرتك. هو بص حضرتك هو بره في معد يعني تايسون ده بيلعب لعبه فرديه لازم يبقى معاه معد. ما هو ايوه بس بص حضرتك ده ممكن يعمل اكتر من كده كمان. ده هو ده يعني زي ما تقول لحضرتك يعني اذا دام ده يعتبر اتحجم، لان زي ما قلت لحضرتك كده ان اللاعب عند انتقائه لابد من ملاحظه هذا الامر. في لعيبه عظماء وكان حتى انا قريت هذا الكلام بس طبعا مش متذكر الاسماء. كان لاعب متميز جدا وكابتن الفريق، لما كانوا بييجوا في فتره انتقاليه ويودوهم حمام السباحه وكلام من ده فيلاقوهم مطوي وقاعد في جنب. الاخصائي النفسي استغرب انت قاعد ليه فلما قرب منه قوي قال له احسن اخويا غرق، وغرق اخويا ده سبب لي في عقده نفسيه عشان كده ما بشاركش زمايلي في السباحه والحاجات دي. فبدا يعلمه العوم ورجع لحالته الطبيعيه اللي هو الصح يكون عليه. ما هي المساله مساله انك انت تبتدي تعرف النقطه ايه وتبتدي تعالجها. اللي برضو الحاجه برضو اللي كانت برضو مع الكابتن ربيع ان الكابتن ربيع كان دايما بيحفز اللعيبه بموضوع التدين والصلاه والقرب من الله، وكان بيقربهم دائما من الله. دي برضو عملت ناحيه اجتماعيه عند اللعيبه قوي. اللي برضو من ناحيه نفسيه برضو وانا كنت بايد الكابتن ربيع فيها ان هو مثلا جاب امير عادل. امير عادل ليه اسلوبه وليه طريقته في اللعب ما تتمشاش مع بتوع افريقيا. طب الكابتن ربيع يعرف هذا الكلام الا بالاحتكاك. فلما جابه وبدا يبص عليه اللعيبه طبعا اتحفزت جامد جدا، وكل واحد عاوز يثبت مكانته وعاوز وفي نفس الوقت ملعبوش ان هو مش عاوز يلعبه. لا لقى ان اللي موجودين دلوقتي مع الافارقه يسدهم افضل من امير عادل. امير عادل ده لاعب محترف يعني؟ محترف ومصري وعايش بره يعني. فالشاهد اللي انا عاوز اقول لحضرتك ايه؟ ان المعد النفسي له مهام كثيره جدا زي ما قلت لحضرتك داخل الملعب مع المدير الفني وخارج الملعب. ايه بقى خارج الملعب ديت؟ ودي مهمه قوي. خارج الملعب دي متمثله في العوامل الاجتماعيه والثقافيه. فالاجتماعيه والثقافيه والحاجات ديت لها تاثير جامد يا كابتن مجدي. بس احنا ما فيش عندنا الثقافه دي. ما بص حضرتك ده في كمان ثقافه يعني. انا بفضل الله كنت مع المنتخب مع كابتن ربيع كنت بتكلم معاهم على العادات القوميه التي نمارسها يوميا. يعني ازاي نقعد وازاي نستحمى وازاي نسترخي، ايه الفرق بين الاسترخاء والنوم. يعني حاجات من هذا القبيل دي حاجات مهمه جدا. انا ممكن اتدرب ابقى كويس جدا وزي الفل واقعد قاعده خطا اجي اقوم الاقي ركبتي فيها مشكله. ركبتي مش من التدريبه، ده ركبتي من القعده الخطا او العاده الخاطئه وما الى ذلك. بس يعني دي مجمل يعني. تمام. هنتكلم مع امير يعني سوق اللاعبين المصريين في ارقام بنسمعها كتيره قوي، هل دي تساوي قيمه اللاعب المصري داخل مصر ولا خارج مصر؟ ده داخل وخارج. لا هو داخل يعني الامور بدات تبقى طبيعيه غير زمان غير قبل الثوره. قبل الثوره كانت الامور عاليه شويه بس السنه دي الامور الارقام كان مبالغ فيها عايز تقول يعني. قبل الثوره كان مبالغ فيها بس دلوقتي الامور بدات يعني السوق رجع تاني عن طريق يعني نادي الزمالك دعم جاب 18 صفقه ودفع فلوس في لعيبه يعني دفع في طارق حامد 7 مليون دفع في اسلام جمال 5 مليون دفع في ايمن حفنه 4 مليون دفع في الشناوي 6 مليون فبدات السوق يبقى فيه انتعاشه تاني. لكن قبل كده الارقام دي تعتبر كبيره دلوقتي ولا طبعا تعتبر كبيره طبعا. تعتبر كبيره. وقبل الثوره كان فيه اللعيب نفسه لو حب يحترف في اوروبا او في اي دوله عربيه يلاقي الرقم ده ولا الرقم ده يدفعوه فيه يعني؟ يدفع فيه.
امال ده كان في فصال رهيب جدا بين سبورتنج لشبونه وبين النادي الاهلي على رامي ربيعه، على دول عايزين مليون دولار ودول عايزين يدفعوا 650، يعني انت واخد بالك، وصلوها 750 بطلوع الروح. اوروبا كابتن بتختلف ليه؟ بتختلف عندهم، عندهم شروط معينه ومقاييس معينه للعيب. لعيب في اوروبا قبل كده ولا ما لعبش؟ الراجل رامي لعيب كبير وكده لكن ما لعبش في اوروبا قبل كده، فهم عندهم مقاييس معينه لاختيار اللعيب، مش هيروحوا يدفعوا فلوس وخلاص. ايوه طب ليه احنا بندفع فلوس وخلاص يا؟ لانه هنا بقى محتاج اللاعب، يعني هي بتبقى هو كابتن بأسرع داير بين الاهلي والزمالك. فهو ده اللي بيعلي سعر اللعيب. النهارده الزمالك عايز ياخد اللعيب والاهلي عايز ياخد اللعيب، فاللي بيدفع اكتر هو اللي بياخد اللعيب. ودي حصلت معايا السنه دي في كذا لعيب. في مين بقى؟ ايمن حفني حصل معاه كده. انت وكيله؟ اه. واسلام جمال حصل معاه كده. يعني دول الاثنين دول، واحد ب 5 مليون وواحد ب 4 مليون. الصفقه سعرها عالي عشان بسبب الصراع بين الاهلي والزمالك. الاهلي كان عايز ايمن حفني. اه كان عايز ايمن حفني. ده حقيقه يعني ولا ده ما ايمن كان موقع مع النادي الاهلي. ايمن كان موقع. كان موقع مع النادي الاهلي. وبعدين؟ بس اللي في الاخر الزمالك هو اللي دفع المبلغ اللي كان مطلوب. ايه اللي خلى ايمن ما يلتزمش بتوقيعه؟ مش ما يلتزمش، ايمن مش فري، هو النادي الاهلي ما دفعش المبلغ المطلوب. ايمن ما كانش فري. لا ما كانش فري، ايمن كان لسه له سنتين في عقده مع طلع الجيش. لا اهلي طرابلس احنا كنا مدينه اعاره. اه رجع لنا طلع الجيش، فاللي دفع المبلغ هو اللي خد ايمن. اللي وافق انه يدفع اكتر، يدفع اكتر. اه الاهلي ما حبش يخش في مزايده. لا فالاهلي نادي الاهلي ما دخلش في مزايده وقال خلاص انا مش هقدر ادفع المبلغ ده دلوقتي، والزمالك هو اللي دفعه وخد ايمن. انت عندك كام صفقه في اللي راحت نادي الزمالك؟ قلت عندي ثلاثه. ايمن حفني ومين؟ ايمن حفني ورضا العزب واسلام جمال، اخر حاجه كان اسلام جمال. طيب العدد دوت انت شايف ان في انديه بتشتري هذا الكم الكبير من اللاعبين في توقيت واحد، ولا المفروض الموضوع بيمشي ازاي يعني؟ هو انا شايف الصح يا كابتن مجدي احتياجاتك. هو كان بيجيب احتياجات، نادي الزمالك جاب احتياجاته، وانا شايف نادي الزمالك عمل احسن صفقات في مصر السنه دي. يعني كم اللعيبه اللي جابها وكلهم كانوا نجوم في فرقهم. انا شايف يعني احتياجاته ان فعلا اللعيبه دي ما كانش ينفع لعيبه من اللعيبه القدام تقعد. في لعيبه قعدت ولعيبه كويسه. يعني مؤمن زكريا قعد وعبد الشافي قعد وحازم امام قعد. ايوه مؤمن جاي اعاره اصلا. بس موجود، ما هو اللعيبه القديمه. اه. وعبد الشافي قعد وعمر جابر وحازم امام، ما كل دول لعيبه قديمه. بس عمر جابر ما مغضوب عليه دلوقتي. لا خالص، ما عمر شغال وبيلعب. هو لا دلوقتي الموضوع بتاع عمر انه ما جددش عقده، وبالتالي النادي مش هيلاعبه غير لما يجدد عقده، ده الكلام اللي احنا ليه ما اخر ماتش عمر كان مشارك، واحمد توفيق نفس حاله حال عمر يعني. ايوه بس الماتش الاخير بتاع السته ما شاركوش الاثنين، لا احمد توفيق ولا عمر جابر. انت كنت مسافر؟ لا ما اتفرجتش على الماتش بتاع لكن هم شاركوا في السوبر. انت ممكن تبقى وكيل لعيبه ما تتفرجش على الماتش. لا انا ما اتفرجتش على ماتش السته بتاع الجيش بس. اه لكن ماتش السوبر اتفرجت عليه. كنت طبعا. فين بقى؟ كنت في الساحه. كنت جاي من اسكندريه. لا طب قول لي، هل فعلا الارقام بتزيد عشان بيبقى في عمولات؟ لا لا خالص. قصه لا، انت طبعا هتقول لا خالص، بس يعني لا ما حصلتش معايا يا كابتن. يعني انا على مستوى شخصي ما حصلتش معايا. يعني اصل دي ارقام راح، يعني انا مثلا السنه دي. انت بتاخد عموله من مين؟ من اللاعب. من النادي؟ لا لا، على بره ولا على حسب الاتفاق؟ لا حسب الاتفاق، بس بره بتاخد من النادي ومن اللاعب. اه بره. هنا بقى بتاخد اللي تعرف تطوله. لا لا لا، من اللاعب يعني، من اللاعب. هنا الانديه في مصر يعني ما لسه ما بتدفعش عمولات وكده يعني، بس قبل الثوره كانوا بيدفعوا. اه قبل الثوره كانوا بيدفعوا عمولات. طب اللعيب قال لك مش هدفع؟ لا ما بتبقاش كده، اصل العلاقه بينك وبين اللعيبه يا كابتن ما بتبقاش كده. ما هي بتحصل طبعا. حصلت كتير. لا معايا ما اعتقدش ان هي مش هدفع دي، لكن هو ممكن مثلا ايه اللعيب، طب اصبر عليا كده شهر بتاع اظبط اموري كده. لكن علاقتي بيهم كلهم كويسه يعني، الحمد لله ما فيش حد عملها معايا قبل كده يعني. ما حدش؟ لا لا خالص، اصل اللعيب بيبص يا كابتن، اللعيب بيشوف. نقلت كام لعيب يا حسن السنه دي؟ لا عموما على مدار، انت بقالك قد ايه بتشتغل؟ سبع سنين. سبع سنين لوحدك ولا سبع سنين كنت مع حد؟ لا كنت مع شريك ليا، ودلوقتي معايا شريك تاني كابتن سيد مرعي، واحنا مع بعض دلوقتي. وانا السنه دي انا اقدر اقول لك السنين اللي فاتت مش فاكر بصراحه كام، انا مش هقدر اعد يعني. لكن السنه دي انا شغال مثلا في 40 صفقه او 45 صفقه. لا ده فين الانديه اللي خدتهم دول؟ سموحه
الجيش، الزمالك. سموحه مين والجيش مين والزمالك؟ سموحه محمد صبحي. عرفنا محمد صبحي، هشام شحاته الباك ليفت، صلاح امين. محمد صبحي بتاع اسماعيليه؟ جون. مانجا، احمد نبيل مانجا. محمد ماجد قنش اتحاد الشرطه، دول في سموحه. في الجيش لا 15 لعيب في الجيش. ايه ده؟ انت ايه بقى ظابط ولا اعرف اسئله؟ لا خالص، هم ناس محترمين. لا لا لا، هم ناس محترمين جدا وارتحت في الشغل. ارتحتوا لبعض؟ بالظبط كده. الجيش جبت لهم صفقات ولا؟ وبعت لهم بعت لهم ويليام جبور لنادي ريو افي في البرتغال. في البرتغال. وبعت اسلام جمال ورضا العزب وايمن حفتي، وجبت لهم محمود فتح الله وعرف السيد وعبد العزيز توفيق ومعتز اينو ونادر العشري ولا في كمان معاذ الحناوي. وكان في لعيبه بس بعناها لانديه ثانيه، جبنا سعيد قطه من الزمالك وبعناه للنادي المصري. وسعيد مراد وبعناه للمقاصه. بيقولوا في حد بيتعامل مع رؤساء انديه يعني بيبقى فيه علاقه بين الوكيل وبين رئيس النادي عشان يبقى يقدر انه ياخد منه لعيبه، مش رئيس النادي مفتوح مثلا يقدر ياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده، لا بياخد من وكلاء بعض رؤساء الانديه يعني. لا هو بيبقى بتبقى ثقه كابتن مجدي، يعني انت النهارده بتتعامل مع ميدو مثلا فبتثق فيه فبتاخد منه لعيبه لانه انت اشتغلت معاه قبل كده والراجل كان ناجح معاك. لكن في انديه بتبقى قافله على نفسها بتشتغل مع ناس معينه، يعني هو بيرتاح لحد من الناس فبيشتغل معاه وشايف نجاحه معاه. طيب دكتور علي، الحته النفسيه بقى في المنتخبات، سيبك من الانديه بقى دلوقتي او هي مطلوبه في الانديه والمنتخبات ولا مطلوبه في المنتخبات فقط؟ لا، العامل اللي هو اخصائي نفسي زي ما بيقول. الانديه الاول لازم في الانديه، يفضل الانديه الاول قبل المنتخب، لان المنتخب انت بتاخد الا اذا كان ناشئين اللي هم الصغيرين. لان مثلا انتوا كنتوا فريق كبير، لما واحد مثلا يجي اخصائي نفسي عشان يقول له مش عارف ايه وبتاع وكلمني مش هيتجاوب معاه قوي زي ما يكون ولد اتعلم. زي الطفل كده لما الواحد بيعلمه ازاي ياكل وازاي يشرب وازاي، هي نفس الفكره. فالمعد النفسي يفضل ان هو لو في انديه يكون موجود. الانديه ليه ما بتستخدموش من وجهه نظرك؟ والله هي ثقافه حضرتك، يعني كان الاول المعد البدني. يعني انديه كبيره، انديه بتسافر اوروبا، يعني بيودوا دلوقتي عامل غرفه الملابس بيصفروه معاهم، بيطعوا له تذكره ويصفرونا انه عرفوا ان مهم ان حد يشيله اللعيبه، ما ينفعش انها تشيله. يعني احنا زمان كنا بنشيل حاجتنا بايدينا. أيوة. ليه بيوفروا؟ عشان ما ينفعش عامل غرفه ملابس يسافر معانا. دلوقتي عامل غرفه ملابس بيسافر، وواحد بيشيل الشاي بيسافر، وطباخ بيسافر، يعني الثقافه اتغيرت والامكانيات اتغيرت. ليه ما اشمعنا المعد النفسي دلوقتي اللي مش موجود جوه الانديه؟ برضه ما يعني انا وجهه نظري المتواضعه ان دي ثقافه، بمعنى ان مثلا بنيجي مثلا للنادي، انا في نادي من انديه طلبوني يعني، فرحت وعارف ظروف النادي قلت لهم انا متطوع. ففوجئت للاسف الشديد اللعيبه بتقول يا ريت الدكتور تيجي معانا السفريه يعني، بس طبعا بيطلع. فلقيت بيقول لك معلش والله احسن مفيش فلوس، وانا قايل لهم عشان متطوع يعني ما اخدش ولا مليم. فدي الثقافه. يقول لك طب انا هياكله مثلا يعني، واكل ايه يعني؟ طبعا هتكلف يعني. ايه طبعا انا عارف. ولا حتى نادي درجه دوري ممتاز ولا درجه ثانيه؟ لا درجه ثانيه، درجه بس كان ممتاز، هتلاقيه عندك في المنصوره. على اي حال احنا يعني اعتقد ان احنا غطينا الموضوع بصوره كبيره. دكتور علي ريحان بشكرك شكر جزيل على حضورك. ميدو بشكرك شكر جزيل على حضورك، وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دي كانت اخر حاجه في حلقتنا النهارده، ان شاء الله نلتقي وحلقه اخرى من البلدوزر. والى هذا التوقيت استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.